يطرق رمضان الأبواب، لكن الوجوه التي تعودت على استقباله بالفرح والاشتياق تكسوها اليوم مسحة طاغية من ملامح الفقر والحاجة والحرمان. يأتي رمضان هذا العام على سكان محافظة حضرموت شرقي اليمن وضيق الحال وقصر ذات اليد، هي أكثر ما ينغص فرحتهم بقدومه. والله رمضان يا أخي جاء في وقت يعني استغفر الله العظيم الناس كلها يعني تعرف الناس ظروفها تعبانة يعني، والرواتب كودها يلا تجيبها تصرفها على أصحاب الديون صراحة، فوضع صراحة ما يطمن، الدنيا كلها غالية يعني، لو أصبح المواطن ما يقدر حتى يشتري رمضان يعني سامان حق رمضان ما يقدر يشترها. الأسواق في مدينة المكلا تضج بمرتاديها، لكن هذا المشهد قد لا يعكس حقيقة الوضع، فتغطية تكاليف التزامات شعائر الشهر الفضيل ومتطلبات العادات الاجتماعية خلال أيامه والتي درج عليها أهالي المدينة منذ القدم باتت تشكل تحديا كبيرا للغالبية منهم. فالأوضاع اللي وصلوا لها الآن حاليا المحافظة حضرموت بشكل عام لا تطاق صراحة، الناس تعبت جدا جدا جدا. العام قالوا الأسعار الصرف طالع وطلعوا الأسعار ومشوها الناس، الآن الصرف نازل والأسعار كل ما تزيد إيش تسوي في الناس في حياتها؟ تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في محافظة تجاوزت نسبة الفقر فيها حاجز 60% وفق إحصائيات رسمية دفع بالكثير من سكانها إلى الاكتفاء بشراء أقل مما يمكن وصفه بالحد الأدنى من احتياجات المائدة الرمضانية. فاتورة المشتريات بالنسبة للمواطن كارثية، يعني احنا حتى نتكلم يعني ما قبل شهر رمضان هناك الكثير من أسر خاصة الأسر المتوسطة اضطرت أنها تقلص الوجبات إلى وجبتين من 3 أيام بدل 3 وجبات، فما بالك في شهر رمضان انهارت قائمة مشترياتهم. يعني أنا بضرب لك مثل بسيط، يعني مثلا البطاطس هذه وجبة أساسية في رمضان للسمبوسة وغير السمبوسة والأمور هذه، كان سعر الديشة أو الجونية في رمضان السابق 3500 في حضرموت، الآن 9500 9000. ضعف الخدمات الرئيسة وأهمها المياه والكهرباء أضحت هي الأخرى مصدر قلق إضافي يلقي بظلاله على فرحة السكان بالشهر الفضيل، لا سيما وأنه يأتي في موسم ترتفع فيه درجات الحرارة والرطوبة بما يجعل من الصوم داعب إن ثقيل. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.